مدارس بلا مدرسين، مهزلة. دايما كانت عندنا مشكلة ان مفيش مدارس، او ان هي قايلة للسقوط، او ان الفصول فيها بتعاني من التكدس الشديد. لكن ده خامس او سادس حالة، يعني تلاقي فيها الناس يتحدثون عن عدم وجود مدرسين في المدرسة. طب ازاي ممكن نحل هذه الأزمة بشكل سريع؟ خلاص المدرسة موجودة ومؤهلة، كيف لا نعالج هذه الفرة انه مفيش مدرس؟ طب العيال هتتعلم ازاي؟ يعني في مشاكل يمكن ان هنا تتغافلها شوية، لكن عدم وجود مدرسين، طب هتشتغل ازاي المدرسة؟ مين هيعلم النشء والأطفال والتلاميذ؟ قضية نتناولها معكم كل يومين ثلاثة، أتمنى وزارة التربية والتعليم تجد حلا لها. اشتكى أولياء الأمور والطلاب بمدينة السلام شرق القاهرة من نقص عدد المدرسين بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، ما يعيق استمرار العملية التعليمية بالمدرسة. المشكلة بقى لها سنين احنا عندنا عجز في مواد التخصصية، يعني مدرسين اللغة العربية فيها عجز، مدرسين الرياضة فيها عجز، مدرسين الإنجليزي فيها عجز. العلوم ما فيش الا مدرس علوم واحد، الدراسات ما كانش فيها الا واحد وجابوا لنا حد تاني. الطلاب هيشتكوا من المدرسين، ما فيش مدرسين كفايه، وكل مدرس عيد ماده واثنين وثلاثه في الماده ومش بتاعته. يعني انا مستغرب، انا اقول لك بنتي ثالثه وبيديها سنه اولى، واحد من سنه اولى بيديها انجليزي، وتقول يا ماما ما عيديش. هنا ناقصه مدرسين كتير، والمجاميع غاليه علينا، والناظر كمان ما بيجيش، بيجي يمضي ويمشي. مدرس الانجليزي من اول بداية الدراسة ما بيخش لناش ولا بيدينا أي حاجة. المدرسين عندنا قليلة خالص، ما بيعرفوش يعلمونا وبيبتدوا يضربونا، يعني اتنين بس اللي بيبتدوا يضربوا وبيعرفوش يعلمونا أصلا. يبقى مدرس عربي ومدرس رياضة ازاي تيجي ازاي؟ يعني ازاي مدرس عربي يدي رياضة؟ العيل خارج مش فاهم حاجة. ازاي مدرس الدراسات يدي انجليزي ازاي يعني؟ يعني والله يا جماعة تدخل في باب صدق أو لا تصدق، يعني مدرسة يعني تلاميذ ومدرسين وإدارة، صيدلية يعني دواء، مستشفيات يعني أطباء وعمليات وعلاج. فلما يبقى ده مش موجود فيبقى ده يدخل في باب ألف نكتة ونكتة، أو صدق أو لا تصدق يعني. ومعقولة نسيب الأهالي بهذا الشكل؟ ده كمان لأنه حصل في كفر الشيخ، هتشوفوا أولياء الأمور بيغلقوا مدرسة هيقفلوها طبعا. ليه؟ لعدم وجود مدرسين، اللي هو المشهد اللي انتوا شايفينه ده. أولادهم ما هو بيضيعوا وقت، وتيجي الشرطة وتبقى مشكلة كبيرة جدا. وده إيه في التعليم اللي هو أبسط حقوق الإنسان، اللي إحنا حتى بنقول لهم تعالوا تعلموا، وبنقول ان تعالوا نواجه ظاهرة التسرب من التعليم. طب ما انت هتخلي العائلات تطفش من التعليم وتهرب، وتقول نتعلم ليه بقى؟ يعني اتمنى ان ان شاء الله نلاقي كمان حلا لهذه المشكلة، وهنقول لكم حتى المشاكل اللي عرضناها معاكم الايام اللي فاتت تم حلها بشكل سريع زي ما هتشوفوا. استاذ جمعة السماحي الساحي احد اولياء الامور، استاذ جمعه اهلا بيك. طيب يا ريس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ جمعه. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. قول لي انتوا قفلتوا المدرسه هنا ليه؟ لان مش لاقيين مدرسين موجودين خالص من اول العام الدراسي، واشتكينا في الاداره واشتكينا للمديريه واشتكينا في كل مكان، ومعانا صور المستندات دي موجود. انتوا في بلد ايه يا استاذ جمعه؟ احنا عزبه نيل مركز بيله. عزبه نيل مركز بيله كفر الشيخ. انتوا بيله كفر الشيخ؟ ايوه نعم. طيب انا واثق حتى ان سياده المحافظ اللواء سيد نصر هو دايما لما بيسمعنا، لان طبعا في جزء من المدارس محافظه وفي جزء وزاره التربيه والتعليم، نشوف المسؤوليات ازاي يعني. انما مدرسة بلا مدرسين
يعني دي نكتة يا جماعة، مش ممكن اغتيال لمستقبل التلاميذ. المدرسة موجودة وهي مؤهلة، مش كده يا أستاذ جمعة؟ مش قايلة للسقوط ولا حاجة، كاملة مكملة، كاملة مكملة، تعليم أساسي. بيقولوا لكم إيه بقى سبب عدم وجود مدرسين إيه؟ مفيش توفير مدرسين، مفيش توفير مدرسين، لسه مش عارفين نخلي لفلان نخلي العلان وهكذا. العمل يعني داخل المدرسة مش مظبوط. طيب خلينا أسأل أستاذ نشأت نيل، نائب رئيس مجلس الآباء. أستاذ نشأت أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ نشأت، ما فيش علاج للمشكلة؟ أولا أنا بس أتمنى بس سعة صدر من سعادتك. تفضل تفضل. أولا إحنا بننعي شهداء الوطن من الشرطة، وعايز أقول لحضرتك إن الجهل والتخلف وجهي العملة واحدة للإرهاب. طبعا. إزاي حضرتك تقول لي إن إحنا النهاردة لما يبقى عندنا فصلين في الحضانة موجودين في المدرسة مالهمش مدرس؟ يعني ازاي هنربي النشئ ده على 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 مستقبل البلد، وازاي ان احنا هنطلع منهم علماء، وازاي ان احنا هنطلع منهم ناس مثقفين، واحنا عندنا الرياض الاطفال ما فيهاش حد من اول السنه سعادتك. عندنا نقص في عندنا نقص في مدرسين الرياضه، في العربي، في الانجليزي، في الفرنساوي، حتى الدين مش موجود يا باشا. خدت بال حضرتك؟ طبعا احنا عملنا اجتماع لمجلس الاباء وناقشنا المشكله ديت، وبعتنا للسيد مدير الاداره البيئه لاكثر من مره علشان يحل لنا المشكله. طبعا ولا حياه لمن تنادي، عملوا انتداب لمدرسين، المدرسين جابوا وسايط وما جوش طبعا نفذوا النقل الندب بتاعهم. ليه 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 ليه؟ بيعتبروا بيئه لمنفى مثلا ولا ايه في ال... نعم جابوا وسايط ليه بيعتبروا بيئه لمنفى منفى لهم؟ بيعتبروا طبعا ان هو يتنقل من مكان تاني، يجي لعزبة مثلا زي ما بيبقى عقده خلاص، ما هوش عايز يجي، لا اللي يريحه هيجي ليه؟ طيب احنا يا جماعة يعني اتمنى نحل للناس المشكلة. هو قال جملة مهمة جدا، عبارة طب الجهل مش هو ده من العوامل الأساسية لصناعة الإرهاب، الجهل والتخلف؟ طب انا عايز اعلم النشأ والاطفال علشان لما يتعلم هحصنه، يعني هي مش قضيه بس مستقبل، ولا كمان انا بحصنه من السقوط في اي مستنقع يعني. وبعدين التعليم هي قضيتنا الاولى، التعليم ثم التعليم ثم التعليم، نكون او لا نكون. هنقعد نقول نفس الكلام ونلاقي في مشكله زي دي والناس خلاص يعني اوشكنا على نصف السنه الاول هينتهي يعني ومفيش حل. في السياق ده كمان محافظة